السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: هل يتذكر الإنسان أعماله وكل شيء بعد الموت؟ الإنسان بعد موته سوف يتذكر الصغيرة والكبيرة، سوف يتذكر كل قول أو فعل فعله منذ الولادة لغاية لحظة الموت، سوف كلها تمر عليه كشريط مسجل. سوف الإنسان يفرح لأعماله وأقواله الصالحة فيسعد، وسوف يصيبه الحزن والغم ويتعس عندما تمر عليه أعماله السيئة. وأعمال الإنسان هي التي سوف تحدد النعيم ومقامه في حياة البرزخ وفي الجنة.